يعني احنا شنو مستقبلنا؟ مستقبل انا مستقبلي راح، لا كمل الدراسه لا تعينت، لا انا صار لي 23 سنه بالخدمه وكل ربعي يعني كل على كل صلاح الدين. يعني احنا شنو ذنبنا؟ قسوه بعض المحافظات، بعض المحافظات استلمت تعينت واستلمت رواتب واستلمت تفروقات وحوافز. يعني احنا شنو ذنبنا من ذاك اليوم لليوم؟ احنا حاملين الشينة قبل الزينة، نريد شويه تحرك مثل ما يريدون من عندنا الشغل، احنا هم نريد من عندهم شغل. واحنا شنو ذنبنا؟ يعني كنا قاعدين ايجارات واصحاب عوائل، يعني اقل واحد صار له بينا 10 سنوات، يعني ليش اللي تعينون احسن من عندنا؟ دائره المال المجاري مو نفس الوزاره، ليش يعني نطالب رئيس الوزراء، نطالب المحافظ، نطالب مدير بلديه صلاح الدين شويه بالتحرك الى الوزارات، شويه يتحركون لنا. يعني احنا شنو ذنبنا من ذاك اليوم لليوم؟ احنا تحملنا حروبها وتحملنا حرها وبردها وشينها قبل زينها تحملناها، ليش من ذاك اليوم لليوم احنا هاي الزيارات؟ احنا كنا خادمين الزيارات وكل شيء، ما حد مقدر لنا هاي الظروف، ومحملين متحملين فوق الطاقه، محملين عملنا. يعني احنا عددنا بال 230 الى 240 واحد، نطلع من الساعه 7 الصبح للساعه 2 الظهر، وتعبر 2 الظهر يلا نطب بيوتنا. يعني احنا شنو ذنبنا من ذا كلامنا اليوم؟ وهاي الحملات، هاي الحملات مستمره علينا من الصبح للظهر. يعني احنا اصحاب عوائل واصحاب ايجارات، اللي عنده مريض، طقت علينا عبوات ناسفه، راحت لنا شهداء، وما حد مقدر لنا هذا الظرف.